الحقيقة وأنا درست العراق ودرست قضية كردستان تحديدا، الكرد لا يختلفوا عن وضع الفلسطينيين. الفلسطينيين عندهم قضية عادلة وإنسانية، ولكن عندهم قيادات خائبة. الكرد عبر أكثر من 100 سنة عندهم قضية عادلة، ولكن مع الأسف قياداتهم لم تكن بمستوى القضية. نأتي للخطيئة الكبرى. الخطيئة الكبرى هو الطريقة التي هد كيان الدولة العثمانية بالحرب العالمية الأولى، جعل من الأكراد ضحية، وحتى جعل من العرب ضحايا. العرب قسموهم بين فرنسا وبين بريطانيا وكغنائم، ومرة أخرى بعض باسم القومية العربية ماشوا الإنجليز بآمال، وهذا ما اتفاقية الشريف حسين مكمهون، سيقوم دولة عربية لتجمل كل العرب، وطلع كلام كاذب، ووزعوا الموصل إلى فرنسا وهكذا. ما نفس الشيء حصل مع الأكراد. الأمريكي صاحب المبدأ حق تقرير المصير كانت مثاليتها مثالية، لكن اللي كانوا يتحكمون بالمشهد السياسي هو كليمنسو والرئيس البريطاني، كانوا واقعيين ويريدون استعمار لا أكثر ولا أقل. وهنا السؤال الأساسي، القيادات ما أريد أحمل كل القيادات، لكن اللي كان بيدهم الأصل حسب الاتفاقيات الدولية لم تكن جزء من العراق،